السلام عليكم. حنبلش بآخر حالة بعدها. رجل يبلغ من العمر 25 سنة، جاء بقصة منذ شهرين تعرق ليلي غزير جدا، يعني درينشينج، عم يفيق مبلل يعني، وفقدان وزن 6 كيلو. بالفحص السريري اكتشفنا عقدة لمفاوية 2 سنتي في الحفرة فوق الترقوة اليمنى فقط، ما في غير العقدة واحدة. بالنسبة للتحاليل المخبرية، في عنا الخضاب 11 مثل ما شايفين، كريات البيض ضمن المستوى الطبيعي، والصفيحات كله ضمن المستوى الطبيعي مع هذا الخضاب. بإجراء صورة صدر اكتشفنا كتلة منصفية بحجم 5 سنتي، وإيكو البطن كان طبيعي. طبعا لحد هلأ هي المعطيات يعني. طيب هلا نبلش مقاربة. أول شيء، أنا هلا أمام مقاربة شو؟ ضخامة عقدة لمفاوية، ما هي؟ أثناء مقاربتي لعقدة لمفاوية، شو الأشياء اللي لازم ركز عليها؟ يعني هلا مثلا مثل هذا الشخص، نفرض ما في تعرق ليلي، يعني نحن هون ما ننسى إنه الحالات أكاديمية بتحاول إنها تعرض أشياء نموذجية مشان الطالب يتوجه. لنفرض ما موجودة جملة تعرق ليلي غزير، أنا شو بدي أتصرف بهالحالة؟ يعني قد تأتي مثل هذه الحالة لعندك بس من دون تعرق الغزير ومن دون فقدان الوزن، لأنه بالنهاية وجود الأعراض أو غيابها يعني شغلة مو دائما فيني لاقيها. طيب، معناتها أمام مقاربة عقدة لمفاوية في 3 أشياء أساسية كعناوين بدي ركز عليها: 1 القصة، 2 الفحص، تمام، و3 الاستقصاءات المتممة أمام مقاربة أي شو؟ ضخامة عقد لمفاوية. هلأ بالقصة على شو مننتبه؟ على شو منركز؟ العمر؟ نعم، مش في انتان سابق قريب من المنطقة؟ تمام. هلأ في منهجية أبسط للتوجه عارضها هريسون بطريقة كتير حلوة، إنه أول شيء عمر، مهنة، تعامل مع الحيوانات، هلأ حنشوف كل شغلة لشو ممكن درموز، توجه الجنسي، التعاطي إلى آخره. طيب العمر شو بيساعدني؟ مثل ما قالت، يعني إذا طفل توجه لأسباب إنتانية أكتر، إذا عمر فوق 40 ببلش فكر بالخباثة أكتر، فدائما حط ببالي العمر فوق 40 هذا ريد فلاجز، هي إشارة حمراء أنا لازم عنده شو وقف وأخذ الموضوع يعني بجدية. فالأشياء أن تكون الضخامة خبيثة بعد عمر 40، تمام؟ طيب هي معناتها بالنسبة للعمر، العمر بيوجهني. المهن مثلا مزارع، له تعامل مع النباتات، له تعامل مع الحيوانات، مع المواشي إلى آخره، ممكن يتعرض له مثلا هي قصص الحليب غير المغلي، أو مثلا يعني خرمشة للقطط، يعني عم يتعرض له أذية من الحيوانات. هذا مثلا ممكن يطور مالطية، ممكن يطور ضخامة عقدية موضعة بسبب ده خرمشة القطة إلى آخره. يعني الشخص له تماس مع الحيوانات، طبيب بيطري، مزارع، مربي مواشي إلى آخره. فمشان هيك أنا معناتها المهنة ممكن تكون كتير موجهة لسبب الضخامة اللفاوية، خاصة عنا المالطية كتير منتشرة عنا بالبلدان الزراعية وبلدان العالم الثالث بشكل يعني أهم. تفضلوا، مين بدأ يحكي؟ بس أنا تذكرتني معك عم سجلي، معناتها بس لح أرجع عيد مشان التسجيل. إنه أمام مقاربة عقدة لمفاوية متضخمة بدي أبحث، يعني أول شيء العمر، لأنه العمر بيوجهني، العمر متقدم فوق 40 بتوجه نحو خباثة، وأعمار صغيرة بتوجه نحو أسباب حميدة أكثر، خاصة الأسباب الإنتانية، والتعامل مع الحيوانات ذكرنا مثال المالطية عند المزارع. طيب التوجه الجنسي شو بيفيدني؟ هاي عندهم أكتر من عنا. مثلا نفرض إجا شاب مثل هالأعراض هاي، بس أثناء الاستجواب اكتشفنا أنه هو مثلي شاذ، شو منتوجه ساعتها؟ ممكن كتير نربط هاي الضخامة العقدية، خاصة إذا معممة، نربطها بالإيدز، تمام؟ في شيء اسمه HIV Associated Adenopathy، هي إذا تتذكروا كانت موجودة بالخمجية. فهي المتلازمة وهي الضخامة العقدية المعممة المرافقة لإيدز كتير مميزة. الضخامة المعممة هي بتكون أكثر بأكثر من موقعين تشريحيين ومستمرة، يعني ممكن مدى 6 أشهر بتذكر. فهي الضخامة كمان
بتوجهني او الاسباب الجنسيه بتوجهني. ممكن يكون مثلا ضخامه مغبنيه بتوجه لهدول السفلس وكذا والقرح والى اخره. معناتها كمان هي قصه بتساعدني بمقاربه العقده اللمفاويه المتضخمه، الادويه والى اخره. طيب هلا نفرض مريض صرع اجاني بقصه ضخامه عقد لمفاويه او ضخامه لسه، هي كثير بيحبوا الدكاتره، تمام، الفينتوين. فهي كمان شغله مميزه بالفينتوين انه هو بيعمل شو، ضخامه عقد. رابع شغله بدي ادور عليها بالقصه هي الاعراض العامه، مثل ما احنا شايفين هون الاعراض العامه والاعراض البنيويه شو هي، التعرق، الحمى، نقص الوزن، فقدان الشهيه، تعب، هدول الاعراض من الاعراض العامه. هون عندنا منهم اثنين، هلا انا مو ذاكريني فقدان الوزن هذا على بلا على مدى شهرين، صح؟ وهو فقدان الوزن المهم اللي هو اكثر من 10% خلال اقل من 6 اشهر. فهذا الزلمه عنده اثنين من هال الاشياء الخطوره، اشياء الاعراض العامه. معناتها انا بمقاربه العقده اللمفاويه ركزت بالقصه على كم عنصر، عمر، مهنه، أدوية، توجه جنسي، أعراض عامة، 5 أشياء ما ننساهم. 2 الفحص السريري كلياتنا نعرفهم، القوام، الموقع، الحجم، المضض إلى آخره، التحرك، هل هي متحركة على العمق، الجلد متحرك فوق، هدول الأشياء اللي بدي أبحث عنها بالفحص السريري. هلا هون النين كأنه محاطين، حاطين لي بس الحجم والموقع، حجم 2 سنتي والموقع وين؟ العقدة فوق الحفرة فوق الترقوة. في قاعدة دائما دائما أي عقدة فوق الترقوة شو ما كان حجمها، إن شاء الله من 0.5 سنتي ل10 سنتي دائما شاذة، ما بقبل ما بقبل يكون في عقدة تحت الترقوة عند إنسان طبيعي. طب ليش هيك عم نقول؟ لأنه ممكن يلتقى عند إنسان طبيعي ضخامات عقدية بالرقبة عابرة، يعني مثلا ممكن انت عم فيروس هيك اوقات كثير بتصير معنا بيرشح بزكم يومين ثلاثه بيجاوا حلو يومين ثلاثه ما بيعبرها للقصه، بتكون اعراض عابره، بنلاقي ممكن ضخامه عقديه بمنطقه العنق، منطقه الابط كمان، هدول كثير كثير بيصير فيهم ضخامات ارتكاسيه بسبب انتانات او التهابات فيروسيه عابره، تمام؟ بس عقده فوق الترقوه ما بقبل باي شكل من الاشكال انها تكون شو طبيعيه. لا بس كنت طولوا بالكم علي بعدين ما